طيب بخصوص موضوع المنتخب الأولمبي وتقديم مباراة النهائي وإيه اللي هيحصل خلال الفترة الجاية، اللي احنا بنسمعه زي ما الناس كلها بتسمعه إن بعض المسؤولين في الاتحاد المصري لكرة القدم بيقولوا إن احنا قدمنا طلب، مفيش أي حاجة رسمي طلعت بكده لحد دلوقتي إن هم يقدموا الماتش حتى لو 24 ساعة بدل يوم 17/7 يبقى 16/7. لغاية دلوقتي مفيش حاجة بخصوص هذا الوضع. لكن خلينا بالتحديد نتكلم على موقف كايزر تشيفز وموقف الاتحاد الجنوب افريقي. قال لك ايه؟ النهارده المتحدث الرسمي لاتحاد جنوب افريقيا نفى تماما وجود اي تنسيق مع الاتحاد المصري لكره القدم بخصوص تقديم طلب مشترك للكاف بتقديم موعد المباراه. يعني هناك في جنوب افريقيا هم كايزر تشيفز عنده حوالي 5 لعيبه في المنتخب الاولمبي الجنوب افريقيا المتاهل لطوكيو. لكن في نفس الوقت هنا الجزئيه بقى اللي بيفكر فيها مسؤوله كايزر تشيفز اللي هي ايه؟ اللي هي انا اصلا عندي لعيبه عندها كورونا ولو قدمت الماتش فرص لحاق اللعيبه دي بالماتش هتبقى صعبه، فانا من مصلحتي ككايزر تشيفز ان انا اخلي الماتش في ميعاده يوم 17. فعشان كده هم هناك بيفكروا بنسبه كبيره ان هم ما يقدموش الطلب ده وان هم يخلوا الماتش في ميعاده. خلي بالك كايزر تشيفز لاعب الوداد ب 11 لعيب في الملعب وخمسه بس على الدكه، يعني القائمه بتاعتهم كانت 16. ليه؟ لان هو تقريبا عنده حوالي 5 لعيبه كان عندهم كورونا في الماتشين ما شاركوش. فمن مصلحتهم ان اللعيبه دي تتعافى من هنا لحد امتى؟ لحد يوم المباراه النهائيه يوم 17. فده اللي مخلي فرص تقديم الاتحاد الجنوب افريقي او كايزر تشيفز لطلب بتقديم المباراه بقت فرص ضعيفه. فالاقرب لحد هذه اللحظه وبنسبه كبيره ان المباراه هتكون يوم 17. طبعا الوضع هيبقى صعب شويه على منتخبنا الوطني الاولمبي لان احنا برضو نفسنا المنتخب يبقى معاه قوام جيد في اولمبياد طوكيو لان دي حاجه كبيره جدا. وفي نفس الوقت الاهلي بيمثل مصر في نهائي دوري ابطال افريقيا، فالموضوع لسه ما اتحلش ولسه ما فيش اي خطوات رسميه حصلت سواء من هنا او من هنا. بيقال ان الاتحاد المصري طلب وقدم طلب بتقديم موعد المباراه بس بشكل رسمي ما فيش حاجه تم الاعلان عنها، يعني كلها تصريحات تلفزيونيه لمسؤولي الاتحاد او اللجنه الثلاثيه الحاليه اللي موجوده. ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه؟ ده اللي هنشوفه. من ضمن كمان الامور اللي بتلمح ان فريق كايزر تشيفز هيلعب المباراه مفيش حاجه اسمها انسحاب، ان النهارده اتحاد جنوب افريقيا اكد في بيان رسمي فخره بكايزر تشيفز وبمستر بيتسو موسيماني المدرب الجنوب افريقي للنادي الاهلي. وهنا اتكلموا في ايه؟ قال لك ان الاتحاد الجنوب افريقي هنأ نادي كايزر تشيفز لبلوغه نهائي دوري ابطال افريقيا كما اكد على فخره بانجازات بيتسو موسيماني مع النادي الاهلي. ومن خلال البيان قال داني جوردن رئيس اتحاد جنوب افريقيا قال ان كايزر تشيفز قدم قصه خياليه في هذه البطوله، واضاف بنيابه عن اسره كره القدم اود ان اتقدم بالتهنئه للاعبي تشيفز والجهاز الفني والاداره، لقد كان هذا جهدا جماعيا وهذا الفوز رفع روح الامه باكملها. نحن فخورون بهذا الانجاز ونامل ان يكرر كايزر تشيفز رحله اورلاندو بيراتس في عام 1995 عندما ذهبوا لرفع لقب دوري ابطال افريقيا في ابيجان، اشعر ان التاريخ يعيد نفسه هنا. ماشي، قال لك كمان ايه؟ بطريقه او باخرى سيشهد نهائي، بص بقى سيشهد نهائي 2000 سيشهد نهائي يوم 17 يوليو فوز جنوب افريقيا. قصده ايه؟ ان لو فاز كايزر تشيفز فجنوب افريقيا فازت باللقب، لو فاز الاهلي فموسيماني هو برضو مدرب جنوب افريقي فاللقب يحسب لنا وهتبقى حاجه بالنسبه لنا كويسه، وبيبدو فخرهم الكبير بتالق موسيماني ومشواره المميز مع النادي الاهلي. ده فيما يتعلق بملف المباراه النهائيه وفيما يتعلق كمان بموضوع تغيير موعد اللقاء، وهننتظر نشوف ايه الجديد.